بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. كنا في الابيسود اللي فات أنهينا الحديث عن الثيمز في أبيرنس. اليوم راح نتكلم عن كاستومايز، وعايز الناس تجيب فوكس معايا شوية لأن الموضوع ممكن يطول حبتين، لأن في شوية أوبشنز كده مختلفة. لأن الوزرد اللي احنا راح نتكلم عليه دلوقتي بيعمل كاستومايزيشن في الثيم، يعني بيحاول يخليك انت تخصص مجموعة من الاعدادات في المظهر العام، الشكل العام للموقع تبعك. تمام، جميل. الوزرد ده مش بتحتاج فيه تكتب كود بشكل اساسي، لكن اذا احتجت تكتب كود علشان تغير او تضيف او تعدل كده، والكلام ده مقفول وممكن يحصل. طيب اول ما بضغط على الوزر ده بيقسم لي الشاشه لنصين، وده بالظبط من واحده من ضمن اجمل النقط في ووردبريس. النص اللي على اليمين ده لايف بريفيو، يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي انت هتحاول تعدلها هتشوفها هنا لايف بريفيو. النص اللي على الشمال ده الايديتور. سبب ان احنا شفنا القصص ديت في الناس اللي اشتغلت على دريم ويفر او مثلا اكسبريشن او ارتستر او اي برنامج من برامج اللي بتشتغل على ديزايننج على الويب، بتلاقي قسم لك القصه نصين، انت بتكود وهو بيدي لك لايف بريفيو. نفس الكلام هنا، بس انت مش دلوقتي مش هتكود، انت ممكن تكود لكن احنا مش هنستخدمها في الكودينج دلوقتي. طيب واجب التنبيه لنقطه في قمه الاهميه، ان يا جماعه النقط او الحاجات اللي موجوده على البار اللي على الشمال ده، في العمود اللي على الشمال ده، الحاجات دي مش بتبقى ستاتيك، مش ثابته، الحاجات دي بتتغير من ثيم لثيم، يعني على حسب التمبلت اللي انت مركبه راح يدي لك مجموعه الاوبشنز دي. علشان في ثيمز بتبقى بريميوم يعني بفلوس وبتدي لك اوبشنز كتير، وفي ثيمز بتبقى فري بتخصم لك مثلا او بتحاول تظهر لك حبه من امكانياتها والكلام ده. لكن احنا ان شاء الله باذن الله في الايبوسود ده بناخد الـ زي ما بنقول كده الفاندمنتالز بتاعت الثيم، ها الحاجات الاساسيه. لكن لما نيجي نشتغل على بروجكت هنجيب ان شاء الله باذن الله ثيم بيديني فيتشرز وبيديني امكانيات لا باس بيها. طيب النقطه الاولانيه بيقول لك الاكتف ثيم 2011، وانا ممكن اعمل تشينج، وانت عرفت ازاي تغير الثيم من ثيم من اول قصه. الان ادخل على الجانب الثاني اللي هو السايت ايدنتيتي. في السايت ايدنتيتي بيدي لك حاجتين اثنين، السايت تايتل العنوان، ولو انا حاولت اغير مثلا عشان اكتب اي شيء ثاني هتلاقي ان اللي انت بتكتبه بيحاول يظهر معاك لايك. تمام كده، دي الفكرة. النقطة الثانية التاج لاين. التاج لاين ده بيكون عبارة عن سطر تحت الموقع، اهو السطر الصغير ده يا جماعة، ولو عدلت فيها هيبتدي يكتب لك الحاجات اللي موجودة فيه. طبعا بيكون سطر مش تكتب موضوع تعبير يعني. النقطة الثانية بيقول لي ديسبلاي سايت تايتل والتاج لاين، لو انت شلتهم هيشيل لك العنوان اساسا ويبقى الاثنين دول هيتشالوا ويبقى بس السلايدر والبانر بس هو اللي موجود، والسيرش بوكس مستخبي طبعا جوه منه، لو انت عايز تظهره ما تبتدي تضغط عليهم. جميل. النقطة الثانية بيكون عبارة عن السايت ايكون. الايكون هو بيقول لك الايكون اللي بتظهر فوق، اللي هو مثلا زي الحاجات الصغيرة دي، مثلا في الايكون هنا بيكون رسم لك زي نجمة، هنا بيكون في رمز الكتاب وغيرها من النقط دي. النقطة المهمة في الموضوع بيقول لك ان الايكون المفروض تكون 512 بكسل. 512 بكسل دايركتلي بمنتهى البساطه، المهاره الفرعيه اللي احنا هنروح عندها بيكون عباره عن ايكون ارشيف، موقع اسمه ايكون ارشيف، وطبعا احنا اتكلمنا عنه انستراكتور زهراء نزلته قبل كده في اكتر مره في المجموعات، والناس اللي بتشتغل معايا في الكليه يعني تعرف ان هو موقع سبيسيفيك، واحد من ضمن الحاجات اللي فيها ايكونز كتير جدا. طيب على ايكون ارشيف كل قصتي اني مثلا هدور على ستودنتس، انا اسف هدور على ستودنتس واضغط على كلمه سيرش، اكتب الكلمه اللي انا عايز ادور بايكون ليها، تمام، واضغط سيرش، ومن البار اللي على اليمين البار اللي على الشمال اقصد هيجيب لي الفلاتر، فانا اقول له السايز انا عايزه يكون 512 بكسل. تمام كده، فهيديني مجموعه من الصور، هختار الصوره اللي انا عايزها، ونفرض مثلا اختار الصوره دي كليك عليها هيبتدي يظهر لي الصوره، فانا هضغط على داونلود بي ان جي 512 بكسل اهي، اوكي هبتدي اعمل لها سيف ايمج، دي احطها مثلا على سطح المكتب ايكون اي دي واقول له سيف. اوكي انا كده نزلت الايكون اللي انا عايزها، انا لسه بس ما رفعتهاش، هقول له ماشي سيلكت ايمج، انا لسه ما رفعتهاش على ووردبريس، اوكي فابتدي اقول له ابلود فايل وسيلكت فايل، وابتدي اختار الصوره اللي انا كنت لسه دلوقتي حالا منزلها وعامل لها داونلود. انا مش عارف طبعا هي نزلت فين، يا رب تكون نزلت على سطح المكتب. كان اسمها ستودنت اس تي كي ال ام ان بي كار اس تي، ايوه هي دي. هبتدي اعملها اوبن، هبتدي يحمل الوزارد تبعي وكانها بتبتدي تفحص يختارها يعني، وخلاص اوكي هقول له سيلكت،
فعشان هتلاقي انها بقت بالشكل ده. يعني ده الايقونة اهو، حتى ادالك بريفيو اهو، حتى انت اخدت بالك منها فوق. لو انت بتبص عند الماوس بتاعي، الايقونة اللي انت اخترتها بقت موجودة في التاب من فوق اهي، هي دي اللي انت كنت اخترتها، فدي الايقونة اللي انت بتعبيها. تمام كده؟ اوكي جميل خالص. ما تنسى طبعا احنا دخلنا جوه حاجة اسمها سايت ايدنتيتي، فلما نيجي نطلع لازم نعمل سيف. تمام كده؟ انا هقول له سيف وببلش عشان يبقى الكلام ده محفوظ. ها ارجع باك، انا كده خلصت النقطه الاولانيه اللي بتكون سايت ايدنتيتي. النقطه الثانيه بتكون عباره عن الكالرز. بيقول لي بص يا سيدي، انا عندي حاجه اسمها السكيم او السكيم، انا عندي دارك ولايت. في الدارك هيبتدي هتشوف الفرق بين الاثنين، الدارك طبعا بيكون عكس اللايت، واللايت بيكون عكس الدارك، فعمل لك كونتراست زي ما بين الاثنين. عندك نمطين، يعني طبعا النمط الدارك ده بيكون للناس اللي هتكتب نصوص، يعني انك الخلفيه تكون سودة على كلام ابيض افضل من العكس. حتى بنلاقيها في ادوبي، يعني ادوبي مثلا لو انت مشيت في السيريز بتاعهم هتلاقيهم في ادوبي فوتوشوب والاستريتور وافتر افكتس، بتلاقيهم حاطين خلفيات معتمه، وان ان الكتابات بتبقى باهته، بتبقى فاتحه ذات القياس. يعني عارف انت بتشتغل في الفوتوشوب ما شاء الله ممكن تفتح برنامج وقت طويل جدا، فعينك بتتعبك. اللون اللي بيتعب العين هو اللون الفاتح، عارف انت اللون اللي فيه نسب ابيض، فعشان كده بتحاول تقلله وتخليه على الاوبجكتس والكلام كتابات. يعني ده بالنسبه للتبديل ما بين الاثنين. ومن تاني بقول ان مش كل الثيمز بتديني الاوبشنز دي، ده الثيم اللي احنا فيه بس اللي هو اسمه تقريبا 2011 هو اللي بيديني الابيليتيز دي. النقطه التانيه انا ممكن اختار بايدي بقى الهيدر كلر، ساعتها بقى سيلكت كلر، انا ممكن اختار لون معين، اللون العجيب ده. تمام اوكي تمام كده، انا عجبني اللون ده، عامل له سيف وببلش اهو. لما قلت هو بيتكلم عن التكست كلر، بيتكلم عن اهو العنوان. طيب الباك جراوند كلر لو انت عايز تختار، اه ماشي ما في مشكله، انت اختار اللون اللي انت عايزه بعد ما تخلص، اه عادي جدا. واعمل سيف وبابلس. اه كان بيتكلم عن الباك جراوند اللي في الخلفيه، لكن هي مش باينه ليه؟ لان انا حاطط للاسف صوره في الخلفيه. طب خليني معلش انا ارجع عشان اصير الصوره، وانا هتكلم كمان شويه عن باك جراوند ايمج، بس انا عايز اوري الناس موضوع الكلر اهو يا جماعه اللي في الخلفيه ده. انا عملت سيف وبابلش تمام. ومش بس بقول لك ان اللايف بريفيو هو كده كده اللايف بريفيو بيكون موجود برضه، انا طلعتش بره اللايف بريفيو، هو نفس الفكره. يعني ادي الخلفيه بيجي لونها اصفر والكلام ده. تمام اوكي. الجانب الثاني كان اللينك كلر. في اللينك ده لما انت بتبتدي تضغط على لينك معين بيبقى لونه ايه اللي هو بنسميه الهوفر، يعني يا جماعه عارف انت بيبقى الافتراضي بتاعه لون ازرق، فانت ممكن تختار اللون اللي انت عايزه. دلوقتي الابيليتيز الصغيرين اللي بيديهاني الثيم في الكلر. الجانب الثاني كان خاص باللاي اوت. في اللي اوت بص بقى يا سيدي، انت عندك في اللي اوت خاص باللي اوت، انت عندك اثنين كولوم صح كده، ادي العمود وعمود. تمام اوكي. فبيقول لك بص يا سيدي، الكونتنت اون ليفت والكونتنت ولا الكونتنت اون رايت، هو كده المحتوى بيكون يمين، انت عايز المحتوى يكون شمال، خلاص خلي المحتوى شمال. هتلاقي ان القصه اتعكست بك، المحتوى بيجي شمال والبتاع بيجي يمين، ولا كولوم واحد بس وفكك بقى من الكونتنت، مش عايز سايد بارز خالص. انا مش ناقص، انا عايز الموقع كنز بتاعي واستخدم فيه المنيوز، مش عايز اي سايد بار. امر طبعا ارجع لك. ما تنسى بعد ما تخلص انت تبتدي تعمل سيف وتبلش وتلاقي التاثيرات التطبيق. ده بالنسبه للاوبشنز اللي بيديهاني الثيم ده في الايه في اللاي اوت. الجانب الثاني الهيدر ايمج، انا ممكن اغير، انا ممكن اكنترول في الايمج على فكره اللي هي الصور دي. هو بيقول لي طيب بص يا سيدي، انت ممكن تضيف ثيم، بس تضيف ايمج، بس الايمج بتاعتك تبقى بالمقاسات دي. زي ما احنا قلنا ان في الايكون بتبقى 512، الصوره المفروض تكون 1000 في 200 1000 في 288 يا جماعه. تمام طبعا عرض في طول. ولو انت عايز تضيف، وهو طبعا بيدي لك مجموعه من الثيمز او بيدي لك شويه حاجات كده هي ايه افتراضيه عنده. هو لما عملتها هتلاقي الهيدر اتحطت فيه الصوره دي. وممكن يقول لك راندومايز لو لقيت الاوبشن ده، هو يعني هو يغير كل شويه اوتوماتيك. طبعا الكلام ده مش ريكومندد، انت المفروض طبعا تبقى سبيسيفيك، لانك هتعالج موقعك بتاعك هيعالج حاجه على وجه التحديد بعينها يعني. تمام كده. فانا عامل سيف وببلش. ده بالنسبه للفيتشر اللي بتديني الابيليتي اني ايه اني احاول كنترول في الهيدر ايمج. طيب الجانب الثاني كان الباك جراوند ايمج، انا ممكن اكنترول في الباك جراوند ايمج الخلفيه العامه بقى. فمثلا انا كنت رافع صوره زي دي اقول له تشوز ايمج، هتلاقي الصوره ممكن اكنترول فيها تبقى فين بالظبط، تبقى في النص وهم بيتشدوا عليها. طب ايه القصه؟ طب تتكرر؟ طب تبقى في التو سكرين؟ طب تملى الشاشه؟ طب تبقى الوضع الافتراضي ايه القصه؟ يعني ايه الكلام ده؟ كلام سهل وبسيط يعني، محتاج انك بس تطبقه وتشوف الفروقات ما بينه. في الباك جراوند ايمج في
المنيوز ده مشوار يهمنا ديت يا جماعه اسمها المنيو. طبعا لا يهمنا ان احنا نعرف هي بتتكلم عن ايه بالظبط، بس انا مش راح نحكي فيها دلوقتي، مش هنفصلها على وجه التحديد، لكن هنفصلها خلال لحظات تمام كده، بس مش في الابسود بتاع اليوم. اليوم يعني الوجت موضوع في قمه الاهميه وفي قمه الجمال بوب، لكن نظرا لانه مهم جدا فاحنا هنعمل له ايه ابسود لوحده خاص بيه. يعني الجانب الثاني كان ستاتيك فرونت بيج. في الستاتيك فرونت بيج ده بص يا سيدي، بيقول لك الصفحه الاساسيه، يعني لما تيجي تفتح الموقع اللي هو me.alinajar.com ايه اللي بيظهر معاك؟ ها حاجه من اثنين، يا اما your latest posts، يا اما الصفحه اللي فيها اخر تدويناتك، وانا كنت عامل تدوين او خليني اعمل ريفرش عشان عملت تعديلات شويه في الكونتنت. اهي اللي ظهر يا جماعه مش اخر تدويناتي، المشاعر بتاعي، التعلم المقلوب، التعليم الالكتروني، اخر تدوينات انا كنت مشغلها، دي اخر صفحه انا كنت سمحت له بان هو يظهرها. الجانب الثاني لا، انا عايز ستاتيك بيج، وفي ستاتيك بيج طالما انت بتختار ستاتيك بيج يبقى حدد لي يا برنس انت عايز ايه بالظبط، وساعتها ممكن تختار صفحه سبيسيفيك بانها يا كونتاكت مي مثلا لو انت عايز تكون صفحه معينه. المهم يعني في الحاله دي انت ليك مطلق الحريه انك تختار يا اما الصفحه اللي فيها اخر تدويناتك، يا اما صفحه معينه انت مصممها على وجه التحديد، وده موضوع جميل جدا. النقطه الثانيه الاديشنال سي اس اس، وفيها هنا انت بتضطر انك تكتب كود، لكن طبعا احنا مش راح نكتب كود لان في تولز جميله بتسهل علي موضوع كتابه الكود دلوقتي، كما اني يعني انا دلوقتي اي جس مش مؤهل اني اكتب كود لاني لسه ما عرفتش الديفيجنز، وهنادي على الكونتنتس العناصر اللي انا عايز اكود لها ازاي، فضلا اني البريف بتاعتي في سي اس اس ممكن تكون صغيره، فاحنا هنحاول نخصص سبيسيفيك ابيسود او اكتر لموضوع الستايلنج بسي اس اس. يا جماعه سعيد جدا اني كنت مع حضراتكم في حلقه اليوم، وامل انها تكون على فائده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. كل سنه وحضراتكم طيبين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.